من أجل المناصب بالحركة الديمقراطية الاجتماعية المدونة أولا وقبل كل شيء للأخلاق بغتكون مدرسة ديال السياسة. المرجع الخطابي ديال إقليم خبيسات كيدخل في إطار سلسلة من لقاءات قرر الحزب ديال الحركة الديمقراطية أنه يعقدها في مختلف مدن المملكة، واليوم كنختموا واحد سلسلة من جولات مدينة خبيسات. مدينة خبيسات بالطبع اللي كنعتبرها كأمين عام ديال الحزب، أنا ابن ديالها ومنحدر من هذه المنطقة، فكنشوفوا على أن الحضور يعني كيعبر هو بنفسه على النجاح ديال هذا اللقاء هذا. وهذه مناسبة كذلك أننا نعبئوا المناضلات والمناضلين الاستحقاقات اللي من المفروض أنها تكون السنة المقبلة إن شاء الله بالنسبة للجهة والجماعات المحلية والغرف، وكذلك بالنسبه لاستحقاقات التشريعيه اللي احنا على بعد سنتين منها. فكنعتقدوا على ان حزب الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه بدا في العمل ديالو باش يسترجع اولا المكان ديالو الطبيعي، لاننا كيف ما كان الحال مرينا من مرحله فراغ، ولكن اليوم كنعتقدوا على اننا تجندنا باش نلعبوا دور اساسي في المشهد السياسي المغربي مثل هذه اللقاءات ولقاءات اخرى غتكون ان شاء الله في مدن اخرى، باش يمكن لنا نعبئوا المواطنات والمواطنين ولكن المناضلات والمناضلات ديال حزب الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه باش يمكن لنا يعني نكونوا في الموعد المناسب. في اطار الانشطه التي ينظمها حزب الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه الصعيد الوطني، اليوم الحزب ديالنا نظم مهرجان تواصلي مع الساكنه ديال قبائل زمور زعير زيان لتوضيح الرؤى ولتبيان الخصائص والمعيقات اللي كيعيش فيها الاقليم ديالنا في جميع المجالات الثقافيه، الرياضيه، الاجتماعيه، الاقتصاديه. فاليوم كان يوم تاريخي مع الجماهير ديال هذه القبائل هذه اللي حضرت بكثافه وابانت على استعدادها وتعلقها بحزب الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه ودائما وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. فاذا الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه تدافع عن الساكنه، تدافع عن البادية، تدافع عن سكان المغرب العميق، فهنيئا لسكان إقليم زمور زعير زيان عن الحضور ديالهم بكثافة في هذا المهرجان العظيم. هذا المهرجان اللي كنعنوا أنه انطلاقة ديال الحزب ديال الحركة الديمقراطية على الصعيد الوطني ككل.